أترشح بسبب الأجر، أنا ما ترشحت على أجل لابي تاعهم. لأني في نفس الوقت مقاول مرقع عقاري، ولابي تاعي أكثر من لابي تاع البرلماني. خير دليل على ذلك لقد قسمت بأنه إن شاء الله إلا كتب ربي وطلعت الكرسي البرلماني أول شيء نديرو نفتح مكتب باش هذا البيرو يكون خلية إصغاء، باش هذا البيرو يسمع انشغالات واستفسارات ومشاكل وهموم المواطنين.